زوج من الناس في القيامة ما كان لا ستر ما كان يجوا مفضوحين غير ينوضوا يخرجوا يجوا مفضوحين. الأول شكون؟ الغدار. غدرك بلا مان يجي لواء كما نقولوا لي وإحنا علام هكذا عنده الوسم نتاعو هذاك الحديد اللي درناه فيه ولا العصا لواء مكتوب واش مكتوب فيها جاي قدام الناس الناس يمشي هو مع الناس هذه غدرة فلان غدار. حتى شوف الكلمة الكلمة يهربوا من الناس الكل يقول له غدار خاين. حتى الطباع السليمة بالفطرة السليمة شوف غير يسمعوها ينفروا منها يقولوا غدار خدع خدعني بلا مان. هذا أول إنسان يجي مفضوح. والثاني كان واحد لوزين في سيدي موسى من براقيل هي كان من أكبر المصانع نتاع الخشب في الجزائر. يا الله يبارك ما شاء الله بنات الدولة وأبناء الشعب يسترزقون فيه. العشوة واحد مخرج لوحة واحد مدي خشبة واحد مدي كذا في الباب واحد يقول وين راك مدي يقولوا تاع باباك هذا تاع البيلك الآن المصنع مقفل. هذاك المال يسموه المال العام المال تاع العام تاع الناس. هذاك المال قال ومن يغلل في القرآن ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. يجي مفضوح يجي رافد الشيء اللي ما هوش تاعو المال تاع العام يجي رافدو يديه جايبو في سقف القيامة. اللهم لا تفضحنا بين خلقك. فلا يبالي الإنسان من جاب المال همه أن يجمع 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 وهاك جمعت وهاك جبت. ما تخافش ربي في وليداتك مسوا لك المشاعر ما تخافش ربي في زوجتك الأب والأم نتاعك عايشين عندك ما تخافش ربي في الوالد والوالدة منين جبت المورد منين